Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Baik sahabat Alfida TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita melanjutkan pembelajaran Murattala pada jilid 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهم ما يدعون ولهم ما يدعون لكم ما سألتم لكم ما سألتم إنكم ماكثون إنكم ماكثون بعدتهم ما يعلمهم بعدتهم ما يعلمهم وحاق بهم ما كانوا وحاق بهم ما كانوا إنهم مواقعوها إنهم مواقعوها ولهم ما يشتهون ولهم ما يشتهون على قلوبهم ما كانوا على قلوبهم ما كانوا فإن لكم ما سألتم فإن لكم ما سألتم فمنهم من هدى فمنهم من هدى أوتيتم من آية لهم مشوا فيه لهم مشوا فيه ولهم ما يدعون ولهم ما يدعون لكم ما سألتم لكم ما سألتم إنكم ماكثون إنكم ماكثون بعدتهم ما يعلمهم بعدتهم ما يعلمهم وحاق بهم ما كانوا وحاق بهم ما كانوا إنهم مواقعوها إنهم مواقعوها ولهم ما يشتهون ولهم ما يشتهون على قلوبهم ما كانوا على قلوبهم ما كانوا فإن لكم ما سألتم فإن لكم ما سألتم فمنهم من هدى فمنهم من هدى أوتيتم من آية لهم مشوا فيه لهم مشوا فيه yeah. Baik Alfida TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita cukupkan jilid 3 pada pertemuan hari ini. Nanti akan dilanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup pembelajaran Murattala pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.